السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة وصفات اسمر للطبخ. اليوم حنقدم لكم لمبسس بذوق البراج، ما فيهمش التمر، ملاح لمرضى السكري وحتى اللي ما عندهمش السكر، وربي يجيب لهم الشفاء اللي راه مرض بمرض السكري. في هذا الكيفية هنا عندنا كيلة تاع الدقيق تكون خشينة، يعني الحرش خشينة ولا متوسطة، عندنا كيلة تاع فارينة، وعندنا نفس الكيلة نكيلو بها دقيق رقيق، الدقيق اللي يكون رطب يعني رقيق بزاف، وكيلة دقيق متوسطة، كيلة تاع فارينة. هنا واش راح نزيد لهم؟ راح نزيد لهم بيان سور شوية تاع الملح، واللي يحب ياكل مسوس ينقص في الملح ماشي مشكل. راح ندير هنا شوية عطر الفانيليا، وحطيت كمية تاع الملح، وحطيت حوالي مغرف نتاع السكر، حطيت مغرف تاع السكر، شوية تاع الملح، وشوية عطر الفانيليا. راح نخلط هذه المكونات الجافة مع بعض. الفانيليا هنا راح تعطيني واحد الذوق ما شاء الله في هذا المبسس نتاعنا، راح يجي الذوق تاعو كأن احنا ناكلو في البراج لكن بدون تمر. هنا بعد ما خلط المكونات كامل مع بعض واش راح نزيدو؟ راح نزيد كيلة نتاع السمن، كيلة تاع السمن تكون ذايبة، ناقص منها تقريبا صبع واحد. وإذا حبيت انتوما ما عندكمش سمن ديروها غير بالزيت، ولا ديرو سمن وزيت، خلطوا السمن مع الزيت باش ما تجيكمش ريحة السمن قوية فيها بزاف. كذلك اللي عنده مانغارين يستعمل مانغارين، تجي تاني ما شاء الله يجي رطب ويجي مبسس ولا أروع. شغل راكم في تاكلو في الكفريت يجي ذايب ذايب ذايب. احنا عاجل نكمل هذه المكونات مع بعض، نخلطو مليح باش يتبسس لنا، مع على سمينا مبسس على خاطر احنا نجي لازم يجي يتبسس يعني يتفتت. هذا الدقيق والفارينة والدقيق الخشين والدقيق الرقيق راح يخلطهم كامل مع بعض ونبسسهم مليح بهذاك السمن اللي درتو لهم. هنا واش راح ندير؟ هنا عندي المزهر، راح نخلط كيلة فيها مزهر وماء، ومن بعد نفرغ كمية صغيرة في هذا الخليط ونعجن. ما تخافوش تجيكم شوية تاع الجارية، بصح راح مع كي نخلوها ترتاح حوالي ربع ساعة، أنا خليتها تقريب سبيعة وهي ترتاح على خاطر عجنت العجينة تاعي وخليتها ترتاح، وكملت الخدمة تاعي ورجعت خدمت هذا المبسس تاعي. كي رجعت ليه لقيتها شربت هذاك ليدام كامل مع هذاك الماء وماء الزهر، خليت كمية منه باش من بعد راح نزيد نعجن به. هاي الكمية اللي قعدت لي منه ما ديتهاش كامل، ديت تقريب ربع الكمية، نحاول ما نعجنهاش، نخلطها برك نلمها فقط. شوفوا كيفاش نلم فيها. ثم خلوها ترتاح ساعة ساعتين ربع ساعة نص ساعة، مهم قد ما خليته ترتاح راح تشرب لي دم هذاك مليح وتجي مبسة. أنا خليت هذاك الماء وماء الزهر اللي كنت درتهم معاها وغطيت عليها وخليتها ترتاح، خليتها لمدة تقريبا ساعة خليتها ترتاح. ومن بعد هنا بعد ما ارتحت لي واش راح ندير؟ راح نشد نصف الكمية نحطها على طاولة العمل، راح نجيب هذاك الماء وماء الزهر اللي قعد لي. شوفوا واش راح ندير، رايحين نحاول نعجنها شوية باش تتلم، ندير غير شوية تاع الماء، هذاك الماء اللي مخلط فيه ماء الزهر ونلم حتى نتحصل على عجينة متماسكة ماشي مايها بزاف وماشي تلقى روحها يعني ماشي تفتت بزاف. هنا راح نشد الحلال ونحل هذا العجينة تاعي. هنا راح نشد المول تاعي ونقطع هذوك الحبات نتاع المبسس باش يجوني متساويين كامل حبة قد حبة. خدموا غير بكمية صغيرة باش
تعرفوا كيفاش تخدموها وتطيبوها غير بالعقل. انا راح نفد لكم حبه ونوريكم. راهي تجي مبسه وجبيه ما شاء الله. راح نحطها فوق الطاوله تاعي، الطاوله اللي كنت سخنتها من قبل ومن بعد نقص لها النار. لازم هذا المبسس يطيب على نار تكون هاديه. انا ثقبتها بالفرشيطه من فوق باش ما تتنفخليش في الوسط. بعطيها منظر ثاني شباب. هنا بعد ما قلبتها رايحين بهذه الاله العجيبه، رايحين نهبطها غير بالعقل باش تطيب لي وتتحمر لي مليح من الجهه التحتانيه. ومن بعد نعاود نقلبها. وهنا لازمكم تتعبوها بزاف على خاطر راهي مبسه مليح و بخفت لازم هنا كما راكم تشوفوا نخلوها حبه بعيده على حبه باش ما تفتتناش. هنا بعد ما نشفت وبردت هنحتفي في صحن التقديم بسم الله ما شاء الله. اذا عجبتكم الوصفه ما تنساوش ديروا بارطاج للفيديو، ما تنساوش تهبطوا اسفل الفيديو وتفعيل زر الجرس، وما تنساوناش بالتعليقات تاعكم الشابين والاعجاب 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 والبارطاج، وما تنساوناش كذلك بدعوه الخير. ان شاء الله نكونوا شاهيناكم في الجنه، والوصفه راح تلقوها في صندوق الوصف. واش نقول لكم؟ صحة قهوتكم وتهلاو في روحتكم. سلام.